السلام عليكم، معكم باشمهندس عبد الله شعوير. ان شاء الله هكون معاكم في الكنترول. سريعا كده، الفيديو ده هيبقى مجرد مقدمة عن يعني ايه ستيت سبيس. الكلمة اللي سمعتوها دي مجرد مقدمة، ويعني شوية تفاصيل ممكن نشرح ايه المعادلتين اللي انتوا شفتوهم وهيتكرروا طول الترم. المعادلتين دول الستيت سبيس ريبريزنتيشن بيقول لك ان انا عندي اي سيستم، وليكن حاجه شبه الشكل ده، الكتريكال سيستم بقى، او عباره عن موتور حاجه بالشكل ده، مثلا دي سي موتور، اي موتور يعني اي حاجه، اي سيستم سواء كان ميكانيكال او الكتريكال او الكترو ميكانيكال، اقدر امثله بحاجه اسمها الستيت سبيس ريبريزنتيشن. زي ما هنشوف في اخر الفيديو ده، كنا قبل كده بنمثل السيستم عن طريق ترانسفير فانكشن اللي كنا بنتعامل معاه. المهم، الستيت سبيس ريبريزنتيشن قال لك دول عباره عن معادلتين هتشوفهم طول الترم. عباره اول معادله عن فريست اوردر ايكويشن عادي جدا، والتانيه معادله الاوتبوت. شرح المعادله دي والمتغيرات اللي فيها هيبقى في الفيديو الجاي ان شاء الله، واحنا بنتكلم عن الستيت سبيس وازاي نعمل لها موديلنج. طيب دلوقتي المعادله الاولى اللي هي الفريست اوردر ايكويشن دي عباره عن، هي مش معادله واحده بس احنا اختصارا بنقول ان هي معادله، ده اصلا عباره عن فيكتور اكس دوت 1 واكس دوت 2 و3 وهكذا، ودي الماتريكس وده فيكتور برضو، يعني هي بس احنا اختصارا بنمثلهم او بنكتبهم كانهم ايه، معادلتين، بس هما في الحقيقه بيبقوا اكتر من معادله زي ما هنشوف بعد كده. المهم الستيت سبيس ريبريزنتيشن ده انا بستخدمه عشان اوصف اي سيستم عندي عن طريق فريست اوردر سيستم. الفيرست اوردر سيستم ده بقى، او السيستم ده، او اي سيستم تاني، فيه متغيرات انا هفرضها، وفي انبوت بالنسبه لي، وفي اوتبوت. الانبوت ده بالنسبه لي هيبقى الفي انبوت، والاوتبوت مثلا انا اقدر اختاره ان هو في 3 او اي انبوت او وات ايفر السيستم. لو موتور مثلا هيبقى الاوتبوت الاوميجا، والانبوت هيبقى مثلا الفولت. المهم انا هيبقى عندي متغيرات داخليه غير الانبوت والاوتبوت، هيبقى عندي مثلا اي 1 اي 2 في 2. مش هتعامل بقى باي 1 واي 2 واوميجا 1 وسيتا والكلام ده متغيرات، لا انا هعمل زي فورما ثابته هتسميه متغيرات اكس 1 اكس 2 اكس 3 زي ما هنشوف بعد كده. المهم ان اي سيستم هقدر امثله بفريست اوردر سيستم بالشكل ده، اكس دوت 1 اللي هو المتغير الاولاني اللي هو ده، طبعا بالنسبه لي ده هيبقى دي اكس باي دي تي، دي المفروض ان هي دي اكس باي دي تي بتساوي الاكس دوت اكس مثلا 1 دي اكس 1 باي اللي هي الاكس 1 دوت دي بيساوي مثلا، او بتعتمد على المتغير نفسه اللي هو اكس 1، وبتعتمد على متغير تاني اسمه اكس 2، وبتعتمد على الانبوت بتاعي اللي هو اليو. لو هنا مثلا ممكن اقول لك، افترض طبعا يعني دي مالهاش علاقه بدي، بس افترض ان ده مثلا اكس 1 وده اكس 2 اكس 2 وده الانبوت بتاعي اللي هو في انبوت. ده هيبقى شكل المعادله بتاعتي، معادله اولى معادله تانيه، هدمجهم في الاخر في شكل المعادله دي زي ما هنشوف بعد كده. يبقى الستيت سبيس ريبريزنتيشن ده الستيت سبيس انا بستخدم اي سيستم بعبر عنه عن طريق فيرست اوردر سيستم، فيرست اوردر ايكويشن. اي عدد على حسب عدد المتغيرات، عندي 3 متغيرات اساسيين هفترضهم، يبقى عندي 3 ايكويشن او 3 رو في المصفوفه دي. وطبعا الاوتبوت اللي احنا هنتعامل معاه في الماده دي طبعا ينفع مالتي انبوت مالتي اوتبوت، ده من ميزات الستيت سبيس اصلا ان يبقى عندي كذا انبوت وكذا اوتبوت، بس احنا هنتعامل بسنجل انبوت سنجل اوتبوت. ممكن يبقى في حاله في النص يبقى عندي 2 اوتبوت ولا حاجه، او 2 انبوت زي ما هنشوف بعد كده، بس احنا برضه هنتعامل معاهم كانهم سنجل انبوت. في الستيت سبيس ريبريزنتيشن برضه انا هقدر امثل اي سيستم في سكند اوردر بقى، معادله في معادلات تفاضليه من الدرجه الثانيه من الدرجه الثالثه من الدرجه الخامسه، كل ده هقدر امثله عن طريق فريست اوردر ديفرنشال ايكويشن، يعني بمعادلات بسيطه من الفريست اوردر هقدر امثل اي سيستم مهما كان معقد. طيب انا اصلا ليه بستخدم الستيت سبيس يعني؟ طيب احنا قبل كده اصلا كنا بنستخدم ايه؟ قبل كده المفروض يعني اللي هو الترم اللي فات في الكنترول كنا بنستخدم اللي هو ايام روت لوكاس، يعني كنت بديك الجي اس اللي هي البلان بتاعتي، او المعادله او ترانسفير فانكشن اللي بتمثل السيستم عندي، كنت بقول لك دي بتمثل حاجه معينه، او حتى ما كانش بيقول لك، كان بيقول لك ده سيستم وخلاص. ممكن بقى تكون بتمثل موتور، بتكون بتمثل بروسيس، في اي بقى مصنع.
كنت اللي انا بعمله، كل اللي انا كنت بعمله ان انا كنت ممكن كنت بشوف الروت لوكاس عليه او البي اي دي كنترول من الاخر، بطبقه على السيستم ده. كان كل التارجت بتاعي ان انا هحط انبوت معين اللي هو يو واشوف الاوتبوت. فمثلا انا لو بالنسبه لي هنا كنت عايز، او على ايام زمان يعني كنت بشوف تغير لو حطيت الانبوت ده مثلا بخمسه، او حطيته بستيب ريسبونس مثلا بخمسه بالشكل ده. طب لو حطيته بالس كنت بشوف الاوتبوت ايه الريسبونس بتاعه. وكنت بقى بدرس شويه حاجات بقى مع البي اي دي كنترول بقى. كنت برسم له روت لوكاس للجي مثلا للترانسفير فانكشن، وليكن مثلا ترانسفير فانكشن اي حاجه، 1 بلس اس اس تربيع بلس 2 اس بلس 3 ترانسفير فانكشن دي مثلا. كنت قبل كده المفروض ان انا بدرس بقى برسم لها روت لوكاس واشوفها هل هي ستيبل ولا لا. طيب لو هي مش ستيبل كنت ازاي اخليها ستيبل بقى؟ كنت اعمل لها كومبنسيتور، وكنت استخدم البي اي دي عشان البي اي. طب ما ينفعش كنت استخدم البي اي دي عشان كل ده اخليها ان هي ايه ستيبل. او لو السيستم عندي مثلا ده كان موتور، كان الانبوت فولت والاوتبوت اوميجا، كان كل اللي انا بعمله تغير الاوميجا دي مع الفولت اللي انا حاطه. لو انا حاطط ستيب ريسبونس بالشكل ده كانت الاوميجا دي هتتغير ازاي؟ هل كانت هتطلع كده بالشكل ده، ولا كانت هتعمل لي اوفر شوت ان السرعه تعلى جامد وبعدين ترجع تاني على السرعه اللي انا عايزها اللي هي المفروض الستيتي ستيت؟ كان كل اللي انا بلعب فيه ان انا بغير البي اي دي. البي اي دي ده كان الانبوت داخل على البي اي دي، وبالتالي كنت عشان احسن الشكل ده كنت عايز مثلا بدل ما ياخد الوقت ده عشان يوصل، لا كنت عايز اقلله. فكنت اقعد اغير في البي اي دي كنترولر، انا كنت مثلا اخليه السيتلينج تايم بتاعه بيبقى قليل، اقلل الاوسيليشن لو في اوسيليشن احاول اقللها عن طريق ان انا اغير البي اي دي بارامترز. يعني من الاخر قبل كده اللي انا كنت بعمله في روت لوكس كنت بشوف السيستم ده هل هو ستيبل ولا لا. كل ده كان الروت لوكس هو اللي كان بيعمله، كان كل وظيفته ان انا اشوف السيستم ستيبل ولا لا، وازاي لو هو مش ستيبل اقدر اخليه ستيبل عن طريق ان انا كنت بعمل كومبنسيتور والكلام ده. طيب وبعد كده كان في الاخر بتستخدم البي اي دي كنترول، كنت بتحطه هنا عشان يظبط لك السيستم، يخليه ستيبل، يخليه كريتيكال ستيبل ولا اوفر دامبد، والاوفر شوت والكلام ده اللي كنت بتحكم فيه تقلله. من الاخر كان قبل كده انا ما كانش ليا علاقه غير بالانبوت والاوتبوت، ما كنتش بعرف اي حاجه تماما اتحكم فيها داخليا بالسيستم. عندي سيستم مغلق معايا الانبوت بتاعه بحطه وبشوف الاوتبوت بتاعه، وده مش هقدر اقول ان طريقه كنترول فاشله، بالعكس الصناعه راضيه بيها، مش عايزه حاجه اكتر من كده. بحط انبوت معين، بغير البي اي دي بتاعتي، بظبطها، بديني اوتبوت معين، انا راضي بالاوتبوت ده. طب يا جماعه في ستيت سبيس احسن منه؟ لا، الصناعه تقول لك انا مش محتاج تعقيدات اكتر من كده، انا راضي بالاوتبوت ده ساتسفايد، مش محتاج اعقد الكنترول ومش محتاج الدقه اللي هي. بس في حاجات زي الايرو سبيس مثلا قال لك لا احنا محتاجين الحاجه تبقى بالظبط. طيب فالستيت سبيس بقى بتفرق عن البي اي دي كنترولر والروت لوكس والكلام ده، في ان انا مش بتعامل مع الانبوت والاوتبوت بس، لا ده انا كمان بتعامل مع الانترنال فاريبلز اللي هو، لا انا معلش انا هيفرق معايا هنا اي 1 وفي 2 مثلا واي 2 وفي 3، كل الحاجات الداخليه الفاريبلز الداخليه دي هتفرق معايا، وانا عايز اعرف اصلا قيمتها، مش قيمتها، انا عايز اعرف البيهيفيور بتاعها تاثيرها. انا لما احط الستيب ريسبونس اللي هنا ده اليو بتاعي ماشي، الواي هتتغير ماشي، انا اكيد عايز اشوف الواي هي كمان الاوتبوت، بس عايز اشوف الاي واحد هتتغير ازاي، الفي 2 تاثير الاي واحد مع ايه اللي هيحصل لها مع تغير اليو سواء ستيب مثلا او بالس، كل الحاجات دي انا محتاج اشوفها. وبعد كده هنبدا نتعامل. طيب عشان ابدا اتعامل مع الانترنال فاريبلز اكيد هحتاج اقيسها السنسورز اي واحد مثلا، اقيس السنسور، اقيس الاي واحد، واقيس الفي 2، واقيس الفي 3. طيب الحاجات دي ممكن نقول ان هي سهله ان انا اقيسها، اقدر اقيس الكرنت عن طريق كرنت سنسور والفولتج عن طريق فولتج سنسور، بس في حاجات انا مش هقدر اقيسها. لو انا بتكلم على موتور مثلا عايز اقيس الفلكس اللي جوه، طب ده مش هقدر اقيسه، او يعني مش هقدر اقيسه، ممكن اقيسه بطريقه صعبه شويه، او يعني مش بيبقى سهل، بيبقى مكلف. طيب هنخش بقى في حاجه اسمها زي ما نخش بقى في الشابترز اللي بعد كده 6 و7 او 5 و6 و7، هيقول لك بقى طب احنا ممكن نعمل اوبزرفر. الاوبزرفر ده يقول لي مش انت مثلا يعني بتقيس اي 1 وفي 2، طب انت ممكن يعني تيستيميت الفلكس منهم بدلاله البارامتر بتاعه مثلا الموتور وبدلاله التيارات اللي انت بتقيسها، ممكن تيستيميت الفلكس وتمشي حالك، فده عن طريق الاوبزرفر. طب لما انا هضيف بقى الاوبزرفر، حاجه اسمها الاوبزرفر ده بقى اللي هو الحاجه اللي هتخليني استيميت الحاجات دي، اللي هو يعني هستنتجها من معادلات، يعني معايا اي 1 وفي 2 هعمل لهم ميكس كده بمعادله معينه واطلع منها الفلكس، ده بنسميه كده استيميشن عن طريق الاوبزرفر.
هنشوف الكلام ده قدام. طيب هل الاوبزرفر ده افكتيف ولا لا؟ تاثيره ايه على السيستم؟ هيبوظه؟ طب لو استخدمت الاوبزرفر كده هزود فاريبل جديد في السيستم. طيب هل هيخلي لي السيستم ستيبل ولا لا؟ كل الكلام ده هندرسه بعد كده. طبعا الكلام ده كله مقدمه في الكورس كله باستثناء شابتر واحد. كل اللي انا هديهولك يا اما ان انا هديك السيستم جاهز عن طريق الستيت سبيس، يا اما هديهولك عن طريق الجي اس وانت تحوله للستيت سبيس. الكلام الفيزيكال مينينج والكلام ده انت مش هتعرف السيستم ده. انا هديك سيستم اقول لك انت معاك السيستم ده متمثل بالترانسفير فانكشن الجي اس يعني، او متمثل عن طريق الستيت سبيس، وانت بقى ايه تعمل طرق الكنترول وتشوف الدنيا ايه تظبطتها معاك. طيب عشان تبقى متخيل، اول شابتر المفروض ان اول شابتر كان عليك انك المفروض اول شابتر علينا ان احنا بنمثل السيستم ده عن طريق الستيت سبيس. طيب حط لي السيستم ده في شكل ستيت سبيس. طيب احنا قبل كده كنا بنمثل السيستم ازاي؟ قبل كده كان على استحياء كده، كان في الرياضه في ترم تاني مش فاكر كان ترم ايه بالظبط، كنا بنمثله عن طريق لابلاس، لابلاس ترانسفورم. فمثلا سيستم شبه ده كان يقول لك مثلا عندك الانبوت الفي والاوتبوت اللي هو الاي اوف تي، وكان الترانسفير فانكشن بتاعتك هي الانبوت على الاوتبوت، الانبوت او انا اسف الاوتبوت على الانبوت اللي هو الاي اوف اس في الفريكوينسي دومين اللي هي الاس دومين على الفي اوف اس. فكنت برسم المعادله بتاعت السيستم بتاعي وابدا احولها عن طريق لابلاس. طبعا الكلام ده مش علينا، ده للشرح بس مش اكتر، الكلام ده مش عليك. انا كنت بس اقول لك ازاي كنت بتجيب الترانسفير فانكشن قبل كده. انت هنا يا هتجيبها عن طريق انها تبقى جيفن في المساله، يا اما هتجيبها عن طريق الستيت سبيس ايكويشن بطريقه سهله اسهل من الكلام اللي احنا هنعمله ده. انت قبل كده كنت بتيجي تاخد بقى بتعمل لابلاس للطرفين، فدي هتبقى في بيساوي ال، وعشان ده تفاضل كنا بنحط اس اي، طبعا كله كابيتال عشان ده في الاس دومين، ممكن نحطه في اس اوف اس زائد ار فاي اوف اس. وبعد كده بقول ان الفي بيساوي اخد الاي عامل مشترك واقول ان هي ال اس بلس ار، افرض مثلا ال ب3 والار ب2 اي حاجه. والترانسفير فانكشن هي عباره عن اي على في، فانا هاجي اقول ان اي على في بيساوي 1 على ال اس بلس ار، يعني تقريبا 1 على 3 اس بلس 2. وفي الاخر نيجي نقول ان الاي على في اللي هي ترانسفير فانكشن اللي هي الجي اوف اس او البلانت بتاعتي كانت بتساوي 1 على اس بلس 2 على 3. ويقول لك هات البولز بتاع ده، كان البولز اللي هو ايه اصفار المقام يعني، فده كان نقول ان البول بتاعه بيساوي سالب 2 على 3. انا كل الكلام ده اللي يفرق معايا هي ترانسفير فانكشن دي، ان انا اعرف اجيبها. احنا هنا جبناها بطريقه تقليديه ودي مش علينا، وطريقه ممله، ولو السيستم كبر الموضوع هيتعقد مننا، مش محتاجين الكلام ده اصلا في الكورس بتاعنا اللي هو السيستم ده. يبقى كل اللي احنا هنرجع له هنرجع للستيت سبيس، هنبدا نتكلم عنها ونحل مساله ان ازاي معايا السيستم ده ازاي احطه في شكل الستيت سبيس ريبريزنتيشن. هيبقى من الفيديو اللي جاي، هو هيبقى اساس شغلنا بعد كده. شكرا.